السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت اليوم بفيديو قصير وسريع لأحكي فيه عن موضوع متعلق بأمور الضرائب بألمانيا، الفرق ما بين الشتوير كلاس غاي والشتوير كلاس فيا. حأشرح الفرق بشكل بسيط كتير، بعدين ننتقل على شاشة الكمبيوتر مشان أشرح لكم الفرق بشكل عملي وورجيكم الطلب اللي أنت لازم تقدمه لتغير الكلاس تبعك، الشتوير كلاس تبعك من فيا لغاي. أول شيء، الشتوير كلاس فيا هي بيعتبروا إنه شخصين بالبيت عم يشتغلوا، الزوج والزوجة. أما الشتوير كلاس غاي بيعتبروا إنه شخص واحد فقط عم يشتغل بشكل اوتوماتيكي. انت بس تكون متزوج بيحطوك فورا على الشتوير كلاس غاي، مشان هيك لازم انت تقدم طلب مشان تدفع ضرائب اقل من غيرك وتنتقل على الشتوير كلاس غاي. الله يجزيه الخير الاخ محمود حاج حسن يلي قال لي على هاي المعلومه، ومن اساسه قررنا انه نعمل فيديو مشان العالم تعرف هاي النقطه، والواحد قبل ما يبلش شغل مشوار صغير على الفينانس امت وتقديم طلب ما بياكل معك 5 دقائق، أفضل مما أنك تقعد 3 شهور أو مثلا شهرين حتى بعد ما تأخذ الراتب وتتفاجأ أنه معتبرينك على شتوية كلاسة فيها وتقدم طلب وتطول القصة. خلينا هلأ ننتقل على شاشة الكمبيوتر مشان أورجيكم الفرق بشكل عملي وورجيكم الطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية. هلأ انتقلنا على القسم يلي بدي أعرض لكم فيه كيف منعبي طلب تبديل الشتوية كلاسة من فيها لدغاي. الطلب هو جدا بسيط ومو كل المعلومات نحن منعبيها الموجودة. مثلا هذا هو الطلب Antrag auf Steuerklassewechsel. أول شيء منحط الرقم الضريبي على الحالة هون على الخانة عفوا. هذا رقم الزوج، رقم ضريبي الزوج، هون رقم الضريبي تبع الزوجة. بعدين هون عند أي فينانس أمت أنت عم تقدمها، يعني هون بتحط أنت الفينانس أمت تبع مدينتك، مثلا بليفيل، كوترسلو، ايسن، انت المدينة اللي ساكن فيها. اذا انت عم تغير ايضا الفينانس امت بتحط هون الجديد وبتحط هون اللي انت حاليا عنده. بس العالم كله بتغير في الشتوية كلاسة وهي بتضل على نفس الفينانس امت، فهون رقم 3 محط فينانس امت تبع المدينة اللي انت عايش فيها. هلا هون بعض المعلومات البسيطة، اول شيء عن الزوج، النامه الفورنامه، العناوين، قد ايه صار له متزوج، ومواليد إذا هون مطلق أو منفصلين أو أي سبب من كان. هون بنحط التاريخ إذا مثلا متزوج. أوكي، هلأ هون معلومات الزوجة، أيضا العنوان بس لو هو مختلف، أما إذا العنوان نفسه فما بتحطه هون. ننزل لتحت بتحط هون رقم التليفون إذا عندك الاتصال الأرضي العادي بالبيت أو عندك رقم الموبايل، هون مضروري يتحطه كمان عادي فيك تخليه. هلا هون الشغلة المهمة هي تغيير الكلاسة. عند رقم 15 هي الكلاسة اللي انت حاليا عندها، فالمتزوج الكلاسة الحالية اللي هو عنده بتكون الاوتوماتيكي بشكل عام الفيا فيا، بتحط هون انكرويتن، وتحت بتحط عند درايفونف انه تصير الشتوية كلاسة الخاصة فيني هي دغاي، كلاسة دغاي. هون اهم شيء لازم نحن ننتبه عليه نختار الكلاسة الصحيحة. اول شيء بنحط فيها فيا، بعدين بنحط درايفونف. والافضل مثل ما حكيت الكل واحد يروح على الفينانس امت ويتاكد شويه الشتوير كلاس تبعه وبعدين يقدم الطلب. اوكي، هلا هون المعلومات كلها خليها فاضيه، ما في اي شيء لازم انت تعبيه، هون كل المعلومات فاضيه. اخر شيء التوقيع، الزوج، توقيع الزوجه، والداتوم، التاريخ، وبتوقع مثل ما حكينا هون. فقط لا غير، هذا هو الطلب. بتخلي كل المعلومات فاضية، مو ضروري انك انت تعبيها، مالك ملزم تعبيها. هذا هو فقط لا غير تعبئة الطلب. بتوصيف الفيديو بتلاقوا رابط كPDF او رابط التحميل مثلا من الموقع مباشرة، بتقدروا تنزلوا الانتراك وتطبعوا وتروحوا تودوه على الفينانس امت. اذا بتكون اول شيء تروحوا تسألوا بعدين تودوا الطلب، او فيكم تاخذوا الطلب فورا وتتاكدوا. اذا في حال انا اشتري كلاس دغاي خلاص بخليها اشتري كلاس دغاي وما بقدم الطلب. طيب هلا خليني اعرض لكم على الشاشه ايضا كيف الفرق بيكون بين اشتري كلاس فيا واشتري كلاس دغاي. هلا هون رح نحط مثلا على سبيل المثال، حورجيكم الفرق بين الدفع بفرق الضرائب. خلينا نقول على سبيل المثال انه الراتب بروتو 2000 مونات ليش 2018. هلا اول شيء نحط اشتري كلاس فيا مثلا، ونحط انه ما في ضريبة الكنيسة، نوردراين فيستفالن، عمر خلينا نقول على سبيل المثال 27 سنة، عندك اطفال، كيندر، فراي بيتراك هي 1 مثلا على سبيل المثال، ونحط بريشنين. هون اذا لاحظنا
خلينا نحفظ الرقم سوا 1399.42 يعني ما يقارب ال 1400 يورو انت حيزيد لك من ال 2000 اذا انت الشتويا كلاس تبعك فيها. طيب اذا بدنا نحط الشتويا كلاس غاي بيفرق ولا لا؟ مثل ما خبرتكم اكيد حيفرق. شتويا كلاس غاي على نفس المعلومات بالضبط، خلينا نحط بيرشنا شوفوا قديش فرق. هلا صار 1585 يورو، يعني فرق ما يقارب ال 185 يورو اذا انت الراتب تبعك 2000 بروتو. يعني اذا انت اشتري كلاس فيها بتدفع اكثر من اشتري كلاس غاي. مش عمل واحد مثل ما حكيت باول فيديو يفوت بهالجدالات وانه انا فيها ولا غاي، بيروح على الفينانس امت بيسال بيتاكد بيقدم الطلب، وابتداء من الشهر القادم بتصير الضريبه على اشتري كلاس غاي بشكل صحيح. هيك بهي الحاله الواحد ما بيصير معه خرب معه خربطة، وبيضطر مثلا انه ينسحب منه هذا الشهر اكثر من الشهر الماضي، ويفوت بجدال انه امتى حتزبط وهالامور هي. يعني الواحد الافضل انه قبل ما يبلش شغل يسوي هالشغلة. هيك بهي الحالة لا تنسونا من الدعاء، دعم لايك شير للفيديو وللقناة، ان شاء الله اقدر اكون عم وصل المعلومات مفيدة وقيمة الواحد يقدر يستفاد منها. معلومة صغيرة ممكن ما تكون عند الجميع بس ربما تساعد ولا لحلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، للفيديو القادم أخوكم عبد الهادي.